مدبولي يطلق استراتيجية تنمية صناعة السيارات من شرق بورسعيد ويؤكد أنها أحد أذرع الدولة لتحقيق التنمية. القاضمي يحذر من العنف ويطالب سياسة العراق بتحمل مسؤولياتهم. الكريملين يعلن عن استعداد شركات أجنبية لاستئناف عملها في موسكو، وروسيا تمنع 29 صحفياً بريطانياً من دخول أراضيها. 9 في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استراتيجية تنمية صناعة السيارات، وذلك خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وفي كلمة له أوضح مدبولي أن الهدف الاستراتيجي هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر، كذلك كل الصناعات المغذية لها. لابد أن يتم توطين صناعة حقيقية للسيارات في مصر. وهنا لما بنتكلم على صناعة حقيقية، بالفعل في صناعات وفي مصانع بتعمل إنتاج، ولكن مش هو ده طموحنا. ويمكن هنا رقم مهم جدا أنا يعني بستدعيه قدام حضراتكم لينا كلنا كمصريين. حجم استيرادنا من السيارات العام الماضي بالفعل وصل أو تجاوز 4 مليار دولار أمريكي. صرفنا من مواردنا الدولارية 4 مليار دولار. عشان حجم السوق بتاعنا النهاردة لم يصل بعد إلى 300 ألف، ولكن النهاردة التحدي الكبير فعلاً إن في خلال 10 سنين متوقع مع النمو الاقتصادي اللي بيحصل إن عدد سيارات مصر هيتضاعف. يعني معنى كده هبقى محتاج على الأقل 8 مليار دولار سنوياً عشان أدخل عربيات للسوق المحلي. طبعاً ده لن يكون يعني مقبولاً للدولة المصرية. وحول رؤية تطوير شرق بورسعيد، أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه لم يتم البدء في تنفيذ هذه الرؤية إلا خلال السنوات 7 الماضية بإرادة سياسية قوية ومتابعة يومية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد رئيس الوزراء أن الأعمال التي قام بتنفيذها رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمنطقة تعد من المعجزات الهندسية، حيث تم إقامة العديد من المباني والمصانع والموانئ والأرض صفة بالكيلومترات. لم أنفذ هذه الرؤية على أرض الواقع إلا في خلال 7 سنوات الماضية بإرادة سياسية قوية جدا من فخامة الرئيس ومتابعة شبه يومية وتنفيذ على أرض الواقع لأعمال بتعتبر من أعمال يعني المعجزات الهندسية من قبل رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ده هو الحقيقة اللي حصلت عشان نقدر نبقى واقفين النهاردة على هذه الأرض، لأن هذه الأرض اللي يعرفها كويس جدا كان مجرد أنك تمشي عليها بتلاقي نفسك بتغرز وبتنزل كشخص، مش بتكلم على معدة. فكون النهاردة أن احنا نبقى قاعدين في مبنى بهذا الشكل بنتكلم على حجم مصانع وعلى مواني وعلى أرصفة بالكيلومترات بتتنفذ، يعني أنا كرجل مهندس بقول هو إعجاز هندسي بكل المقاييس. ومرة أخرى بوجه الشكر لرجال الهيئة الهندسية القوات المسلحة وكل القائمين على هذا المشروع من الشركات المقاولات المصرية اللي حققوا فعلا هذا الحلم. وعقب إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية صناعة السيارات من شرق بورسعيد اليوم، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم رباعية لإنشاء مجمع تصنيع السيارات المشترك في شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقدرة استيعابية لتصنيع 75 ألف مركبة سنوية كمرحلة أولى شملت أطراف الاتفاقية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة شرق بورسعيد
سعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات. كذلك شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص وشركات استشارات عالمية لتوطين صناعة السيارات، وتنص الاتفاقية على قيام إحدى الشركات العالمية بإجراء الدراسات اللازمة لإقامة المجمع الصناعي للسيارات المشترك في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد استهل زيارته إلى شرق بورسعيد بتفقد المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بدأ مدبولي الجولة بزيارة ميناء شرق بورسعيد، حيث تفقد الأرصفة الغربية بالميناء، وذلك لمتابعة آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بها. وأكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد أحد أذرع الدولة لتحقيق التنمية من خلال ما تتمتع به من إمكانيات ومزايا تنافسية، في مقدمتها مناطقها الصناعية والموانئ التابعة لها. كما تفقد رئيس الوزراء مستجدات أعمال المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، واستمع مدبولي إلى شرح حول المنطقة الصناعية المقامة على مساحة 63 كيلومتر، وتجرى بها العديد من أعمال التطوير بما يسهم في تأهيلها لاستقبال وجذب الاستثمارات في الكثير من القطاعات. وأكد مدبولي على الدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بمنح الأولوية للمناطق الصناعية، تحفيز للاستثمار وتوطينا للصناعات وتشجيعا للقطاع الخاص. استقبل وادي الفروسية والذي طورته وزارة الداخلية مؤخرا نهائيات بطولة الجمهورية للفروسية في ظل إشادة واسعة من المشاركين بالإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الوادي وإسهاماته في تطوير رياضة الفروسية في مصر، وبالدور الكبير الذي تلعبه وزارة الداخلية في الارتقاء برياضة الفروسية، والذي تجلى في دقة التنظيم وتطور الملاعب والمرافق الموجودة بالوادي. المزيد نتابعه في التقرير التالي. تتهادى الخيول ويتبارى الفرسان على مضمار وادي الفروسية في نهائيات بطولة الجمهورية للفروسية، بعد أن هيأته وزارة الداخلية وطورته لاستقبال مسابقات الفروسية محليا ودوليا. شايف في تطورات كثيرة جدا في وادي الفروسية، ومن أراضي جديدة، من تجهيزات، من نظام عمل. عندي حالة انبهار كده بالمكان والتنظيم، من أول الدخول للباركينج الأرض ممتازة، وده بيساعد الولاد كتير. على ضفاف بحيرة عين الحياة بمنطقة عين السيرة بالفسطاط، ثلاث ملاعب رئيسية بمواصفات دولية وثلاث ميادين إحماء، استضافت 342 فارسا في مباريات الفروسية و36 فارسا في التقاط الأوتاد. النادي عامة مجهز بمستوى عالي جدا، فبيبقى مريح لكل الألعاب، يعني سواء التقاط الأوتاد أو الفروسية، القفز أو الدراساج، يعني كل لعبة بيبقى ليها الأرض المناسبة ليها، فالموضوع لطيف جدا. المدرجات كانت مجهزة بشكل ممتاز في الحقيقة، كانت مقرباك من الأرض كفاية، مخلياك تحس بجو الأرض، تحس بإحساس الحس اللعيب كده، إحساسك اللي أنت فعلا أنت اللي بتلعب مش اللعيب. كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية تتوفر هنا. فندق مجهز لإقامة اللاعبين، وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية، وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير بين جنبات الوادي، فضلاً عن مطاعم وكافيتريات. من ساعة ما دخلنا من البوابة في ناس بيدخلونا من بره بيجهزونا للبطولة،
والاوتيل اللي موجود هنا حلو جدا، متنظم جدا، وفكره حلوه جدا هم يعملوا ملعب جنب الاوتيل عشان البطوله بتبقى 3-4 ايام للنهائي. الكلام ده كله بيساعدنا ان احنا نأدي اداء احسن في البطوله ونعمل احسن حاجه عندنا. وتم توفير اسطبلات ذات سعه كبيره لايواء الخيول مع توفير خدمه بيطريه ملائمه لها، وهو ما يساعد على إراحة الخيول المشاركة بعيداً عن عناء التنقل. بدون نقاط جزاء 45-69. غرفة الحكام صممت بطريقة تساعد على رؤية زوايا أفضل لكافة الملاعب، وهو ما يساعد الحكام على أداء تحكيمي أفضل في كافة البطولات. احنا بنفخر أن عندنا مكان زي ده في مصر، يعني مكان متكامل من كل حاجة، سواء أراضي أو منصات تحكيم. وإحنا بنشكرهم جداً على الميادين اللي ادوها لنا، وعلى الاسطبلات، وعلى الأماكن الممتعة اللي هي فخر لرياضة الفروسية في مصر. المكان ده فعلاً شرف لمصر والمصريين بجد وللفروسية كلها. المكان إحنا بقينا بنفتخر إن إحنا موجودين هنا. فخور بالدعم اللي مقدمه وزارة الداخلية، دي حاجة جميلة جداً لرياضة الفروسية، وعرفت دلوقتي كمان إن هيكون في دعم للرياضات التانية في الخيل، ودي حاجة يعني هتضيف كتير قوي للحصان العربي والحصان المصري بشكل عام. وزارة الداخلية طورت وادي الفروسية ليستقبل المنافسات ليلاً من خلال منظومة إضاءة متطورة زودت بها الملاعب. ختام فعاليات المنافسات التي تواصلت على مدار أيام كانت مراسم تتويج الفائزين في مختلف منافسات البطولة وبحضور وزير الشباب والرياضة، حيث تم توزيع الجوائز عليهم ليكون ختاماً ناجحاً لبطولة الجمهورية للفروسية لهذا الموسم على أرض وادي الفروسية. حاجة الحقيقة نفخر بيها، وإحنا إن شاء الله يعني نفخر نجيب كل الفروسيين بتوع العالم وكل الاتحاد الفروسية والحكام والمواقفين من الاتحاد الدولي يجي يشوفوا مصر عاملة إيه ووزارة الداخلية عاملة إيه في قطاع الفروسية. مبروك على يعني هذا الصرح العملاق اللي فعلا هيساعدنا لتطوير كبير جدا في رياضه الفروسيه ومستواها مع الاتحاد المصري للفروسيه. فكل الشكر والتقدير لوزاره الداخليه اللي دايما في عملنا في وزاره الشباب والرياضه في الحقيقه في تعاون كبير جدا في كل المجالات الرياضيه والشبابيه مع وزاره الداخليه. قيام وزارة الداخلية بتطوير وادي الفروسية منشآت وملاعب ومرافق ساهم في أن يكون الوادي ملتقى لمنافسات الفروسية محلياً ودولياً، وهو ما تسعى إليه وزارة الداخلية الارتقاء برياضة الفروسية في مصر. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 414 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 110.5 طن مواد غذائية وغير غذائية. كما تمكنت الوزارة من ضبط ما يقترب من 36 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلام على السلع المدعومة. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقترب من 75 طن، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 619 قضية من بينها 181 قضية خبز ناقص الوزن و102 من القضايا خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 5 من القضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 45 طن أقماح محلية.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعتزم القيام سريعا بإرسال تمويل لدعم الشعب الفلسطيني بعد التغلب على صعوبات في تخصيصه. جاء إعلان أورسولا فون دير لاين خلال زيارة لمدينة رام الله الفلسطينية للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية. ويدعم الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ سنوات بنحو 600 مليون يورو سنويا، لكن حزمة التمويل لعام 2021 جرى تعليقها. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج الشيخ شخبوت بن نهيان آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات. وجدد الرئيس التونسي توجيه الشكر لدولة الإمارات على ما تبديه من حرص على دعم تونس في مختلف المجالات والوقوف إلى جانبها. كما استعرض اللقاء ما تبذله تونس من جهود من أجل توفير مناخ استثمار ملائم. من جانبه شدد الشيخ شخبوت بن نهيان على الالتزام التاريخي لبلاده بالوقوف إلى جانب تونس ودعم جهودها التنموية وتطوير العمل المشترك فيما بينهما. ترأس نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو اجتماعا ضم المكون العسكري والجبهة الثورية السودانية. وأكد الاجتماع على أن يكون الحوار الوطني سودانيا خالصا ومباشر وأن يكون من مرحلة واحدة. كما شدد الاجتماع على دعم الآلية الثلاثية لتيسير الحوار وأن يكون اختيار قيادة الحوار ورئاسة اللجنة الوطنية من كل الأطراف المشاركة. كما تم التأكيد على اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح وعلى مواصلة الحوار والاجتماعات للدفع بعملية الحوار. قال الرئيس العراقي برهم صالح إن بلاده بحاجة ضرورية لوحدة الصف الوطني وتكاتف من أجل تلبية تطلعات العراقيين في حياة حرة كريمة. وشدد الرئيس العراقي خلال لقائه شيوخ عشائر النجف على ضرورة نبذ العنف والدفاع ضد المخاطر التي تواجه البلاد والعمل على المساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي ودعم المطالب المشروعة للمواطنين. من جهته دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن، فيما أشار إلى حاجة الحكومة للموازنة. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء أكد رئيس الوزراء العراقي أنه لن يدخل في الحديث السياسي، مضيفا أن هناك من يحاول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أن يحرض على العنف والفوضى، ومن يفعل ذلك سيقع تحت المساءلة القانونية. قالت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت مواقع محصنة مموهة للقوات الأوكرانية باستخدام طائرات هجوم روسية من طراز سو 25 خلال العملية العسكرية في أوكرانيا. وأشارت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية إلى أن الخبراء في البلاد باشروا في تصنيع سفن وغواصات قتالية جديدة لصالح الجيش، مضيفة أن المنشآت التابعة للأميرالية الروسية لبناء السفن قامت بتصنيع غواصتين جديدتين تعملان بالديزل والكهرباء، وستكون الغواصتان رقم 4 و5 من هذا النوع الذي يتم تطويره لصالح الجيش الروسي. قالت وزارة الدفاع الروسية إنها عرضت على المقاتلين الأوكرانيين الذين يحتمون في مصنع أزوت للكيماويات في بلدة سيفيرودونسك بشرق أوكرانيا فرصة الاستسلام غدا الأربعاء. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها ستفتح ممرا إنسانيا غدا الأربعاء لسماح للمدنيين بالمغادرة، وحثت المقاتلين الأوكرانيين على وقف مقاومتهم وإلقاء أسلحتهم في الوقت نفسه.
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المستثمرين الأجانب على استعداد لاستئناف عملهم في روسيا عند أول فرصة ممكنة. وأضاف بيسكوف أن العديد من الشركات من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا ما زالت تحتفظ باهتمامها بالسوق الروسية، مشيرا إلى أن هذه الشركات تخبر روسيا بأنها ترغب بالعودة في أسرع وقت ممكن. أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف عدم وجود تغيير في مسألة استئناف المفاوضات بين بلاده وأوكرانيا، مؤكدا عدم وجود تقدم في المفاوضات. وخلال تصريحات صحفية قال أوشاكوف إن الجانب الأوكراني لم يرد على مشروع اتفاق السلام الذي سلمه الجانب الروسي إلى ممثلي كييف في أبريل الماضي، مضيفا أنه ربما كانت هناك بعد ذلك محادثات هاتفية غير رسمية ولكنها لم تكن على مستوى الوفود بل على مستوى بعض الممثلين من الجانبين، مشيرا إلى أنه بعد ذلك انتهى الأمر. أعلنت روسيا أنها منعت العشرات من البريطانيين ومنهم صحفيون وممثلون لوسائل إعلام وشخصيات مرتبطة بصناعة الدفاع من دخول أراضيها. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن 29 صحفيا وأعضاء في مؤسسات إعلامية بريطانية تم منعهم بصفة شخصية، وذلك في خطوة قالت موسكو إنها تأتي ردا على العقوبات الغربية ونشر معلومات كاذبة عن روسيا. أعلنت مجموعة غاز بروم الروسية خفض شحناتها من الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم بأكثر من 40% يوميا. وأوضحت الشركة الروسية أن هذا القرار جاء نظرا لعدم تسلمها المعدات الضرورية من شركة سيمينز الألمانية. وقالت المجموعة الروسية في بيان إنها سترسل شحنات الغاز بواسطة خط أنابيب نورد ستريم إلى بما تصل كميته إلى 100 مليون متر مكعب يوميا، ذلك بدلا من 167 مليون متر مكعب كما كان مخططا. أعلن المستشار الألماني أولف شلوتس إن بلاده ستنشئ سجلا وطنيا للأصول الخاضعة للعقوبات أو للأصول من المصادر غير المعروفة في مسعى لجعل العقوبات ضد روسيا أكثر فاعلية. وخلال كلمة ألقاها أثناء مؤتمر مجموعة العمل المالي بشأن غسيل الأموال، قال المستشار الألماني إن الهجوم الروسي على أوكرانيا أظهر الحاجة الملحة لأن تصبح العقوبات أكثر فعالية، مضيفا أن الحكومة الألمانية ستنشئ خطا ساخنا خاصا لتسهيل الإبلاغ عن الأصول المحتملة الخاضعة لعقوبات. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم إلى رومانيا، وذلك لتفقد 500 جندي فرنسي ينتشرون قرب الحدود الأوكرانية ضمن قوات الناتو منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. ومن المقرر أن تشمل جولة ماكرون زيارة أخرى إلى مولدافيا غدا وأخرى محتملة إلى كييف، وتعد الجولة هي الأولى لماكرون بجنوب شرق أوروبا منذ بدء الأزمة الأوكرانية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية إن الزيارة المحتملة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الأوكرانية كييف هي واحدة من عدة خيارات مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من عدم اتخاذ قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن. Продолжение следует...
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعمل عن كثب مع شركاء الأوروبيين من أجل الإفراج عن 20 مليون طن من الحبوب الحبيسة في أوكرانيا، وذلك لطرحها في السوق من أجل خفض أسعار الغذاء. وفي كلمته أمام مؤتمر اتحادات العمال في فيلادلفيا، قال بايدن إن خطته للاقتصاد الأمريكي هو تحقيق تقدم استثنائي، وجعل الولايات المتحدة الأمريكية في وضع يمكنها من معالجة مشكلة التضخم التي تعد الأسوأ في جميع أنحاء العالم. دعا قادة الأمم المتحدة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى عدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتفادي مخاطر أزمة غذاء عالمية قد تسببت بها الأزمة الأوكرانية. وأكدت مديرة منظمة التجارة العالمية أنها دعت في نهاية مايو إلى الحد من القيود المفروضة على الصادرات. ذكر أن آخر الدول التي لجأت إلى مثل هذه التدابير كانت الهند، التي حددت سقفا لصادراتها من السكر اعتبارا من الأول من يونيو، وذلك بعد أن حددت سقفا لصادراتها من القمح. ومن المرتقب أن يصدر المؤتمر الوزاري المزمع عقده لمنظمة التجارة العالمية قرارا حول القيود على الصادرات والأمن الغذائي. قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن التضخم في بريطانيا سيصل إلى الذروة في الأجل القصير إلى المتوسط. وأضاف المتحدث باسم بوريس جونسون أن الحكومة حريصة على عدم إطالة أمد المرحلة الحالية لتزايد الأسعار باتخاذ سياسات جديدة لموازنة زيادات معدلات الفائدة. أكد المركز الفيدرالي للإحصاء تسارع التضخم في ألمانيا إلى 7.9% في مايو من 7.4% في الشهر السابق عليه. وقال رئيس المركز الفيدرالي للإحصاء جورج ثيل إن السبب الرئيسي لارتفاع التضخم هو استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن الأزمة الأوكرانية قد تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل خاص، وهذا ما يؤثر بشكل كبير على التضخم. التاسعة مستمرة مع حضراتكم، نتابع فيها. اجتماع طارئ لمنظمة الصحة بشأن جدر القردة. تجتمع لجنة استشارية حكومية أمريكية لتقرير ما إذا كان سيتم التوصية بنوع ثان من لقاح فيروس كورونا للأطفال والمراهقين في سن المدرسة. وسيصوت الخبراء في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على ما إذا كان لقاح موديرنا آمنا وفعالا بما يكفي لمنح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما. وإذا وافقت هيئة الغذاء والدواء فسيصبح لقاح موديرنا الخيار الثاني لهؤلاء الأطفال للانضمام إلى لقاح فايزر. أعلنت الإمارات تجديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بعد ارتفاع في الإصابات بنسبة أكثر من 100% في أسبوع واحد. هذا وتشمل الإجراءات التجديد على ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة. وذكرت وزارة الصحة الإماراتية أنه تم تسجيل 1356 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستعقد اجتماعا طارئا يوم 23 من يونيو الحالي لتحديد إن كانت ستصنف تفشي جدري القردة عالميا على أنه حالة طوارئ صحية عامة تستدعي قلقا دوليا.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم إن تفشي جدر القردة غير عادي ومقلق، مما يستدعي عقد اجتماع للجنة الطوارئ بموجب القواعد الصحية الدولية الأسبوع المقبل لتقييم ما إذا كان هذا التفشي يمثل حالة طوارئ صحية. يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه المنظمة العالمية إن هناك أكثر من 1600 حالة مؤكدة بجدر القردة حول العالم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنها تلقت بلاغاً بوجود حالات محتملة للإصابة بجدر القردة في البلاد. وقالت وزارة الصحة اللبنانية أنها تقوم بتقصي الحالات وإرسال العينات إلى المعمل المرجعي في فرنسا، ذلك بالإضافة إلى تتبع المخالطين. نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسالة صوتية تزعم استقطاع الدولة جزءا من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات والاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لاستقطاع أي جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات أو الاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات، وأن ما تم تداوله بالرسالة الصوتية غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة، مشددة على التزام الدولة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات كاملة دون استقطاع أي جزء منها، وكذلك صرف كافة الاستحقاقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية دعم الاتحاد لمصر في هذه الفترة السابقة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ كوب 27، والذي سيعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل. وخلال تصريحات صحفية قالت رئيسة المفوضية الأوروبية قبيل زيارتها لمصر إن استضافة مصر لمؤتمر كوب 27 تشكل فرصة كبرى ليرى العالم قيادة مصر، وأن تقدم مصر يعد نموذجا يحتذى به، مضيفا أنها تتطلع إلى التوسع في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وسيساعد مؤتمر المناخ الذي سيعقد في شرم الشيخ على ذلك. وقعت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية القس أندريا زكي بروتوكول تعاون لنشر الوعي البيئي لدى الأفراد بكافة القضايا البيئية، خاصة قضية تغير المناخ في محافظات الجمهورية كافة. وأكدت وزيرة البيئة أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة آثار تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع. وأوضحت ياسمين فؤاد أن التعاون بين الطرفين يتم من خلال تنفيذ حملات توعية حول القضايا البيئية وتنفيذ مبادرات لدعم قدرات المواطنين الأكثر تأثرا من الأضرار الناتجة عن تغير المناخ. كان مهم أن احنا نبدأ ما يسمى بالحوار الوطني للمناخ، مش عايزين أهالينا وشعبنا وولادنا يحسوا ان احنا بنستضيف مؤتمر في شرم الشيخ وهم بعاد عنه مش عارفين ايه قضية تغير المناخ، غير انهم بيحسوا ان الجو بيبقى حر شويتين وبعدين برد شوية وفي تقلبات جوية. فكان في اطار ده النهاردة وقعنا مع الهيئة الانجيلية اول بروتوكول تعاون عشان يساعدونا في ان احنا نوجه اولادنا نوعيهم، نقول لهم ازاي يشاركوا معانا في مصر من خلال مشاركات سليمة، إيه اللي هم مفروض يعملوه، هل هم طب دورهم وممارساتهم دي هتعود بالإيجاب ولا بالسلب على قضية تغير المناخ. النهارده تجسيد مهم لعلاقة المجتمع المدني بالدولة المصرية، ودعا فخامة الرئيس إن عام 22 يكون عام المجتمع المدني، وإحنا بنحقق هذه الدعوة. إحنا بالتأكيد في برامجنا المتنوعة والعديدة ستصبح قضية تغيير المناخ وقضايا البيئة والتحديات هي الأجندة الرئيسية في حواراتنا في الأشهر القادمة وفي السنين القادمة، لأن إحنا بنتعامل مع قضية حياة أو موت بالنسبة للكون كله وبالنسبة لعدد كبير من الدول.
شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في جلسة نقاشية عقدتها مؤسسة التمويل الأفريقية لإطلاق تقرير الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 نحو تقليل الانبعاثات، ذلك ضمن فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة المنعقد بكوت ديفوار. وخلال كلمتها بالجلسة أكدت وزيرة التعاون الدولي على ضرورة تنسيق الموقف الأفريقي في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والذي ستستضيفه وترأسه مصر بهدف تحفيز جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو قارة أفريقيا بشكل أكبر، ما يضمن توفير التمويل اللازم لدعم خطط القارة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت حملة تنشيطية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة أسيوط. تعمل الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة على رفع الوعي الصحي بأهمية تنظيم الأسرة من أجل صحة الأم والطفل والمجتمع، إلى جانب موضوعات الصحة الإنجابية. كما سيتم خلالها إقامة معارض لنوادي المرأة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات، مما يساعد على تمكينها اقتصاديا. الخدمات كلها اللي بتقدم خدمات مجانا، نستهدف منها طبعا رفع معدلات الاستخدام علشان خاطر نعمل على تخفيض معدلات المواليد في محافظة أسيوط. في الحقيقة الحملة دي هي حملة توعوية خدمية زائد تنموية، يعني احنا توعوية ان احنا بنهتم بعملية الندوات والاتصال بالسيدات والتوعية، وبنقول لهم اهمية تنظيم الاسرة والمباعدة بين الاطفال، وان الواحد يفكر ازاي ان هو الطفل ده ليه حقوق ان انا لازم اديها له من خلال الندوات والاتصال معهم والكلام معهم علشان نوعيهم، والزيارات المنزلية، وان انا اجيبهم واقول لهم ان في خدمات موجودة في وزارة الصحة يجوا يتلقوا هذه الخدمات. في البداية قبل تنفيذ الحملة بيتم الاعداد ليها من خلال الرائدات الريفيات. الرائدات الريفيات عندهم حصر باسماء السيدات وعناوينهم وكمان ظروفهم الصحية ووضعهم الانجابي، وبالتالي قبل تنفيذ الحملة الرائدات بتقوم بزيارات منزلية للسيدات علشان تعرفهم ان في حملة في الفترة المحددة، وتبدأ تقول لهم ايه الخدمات اللي بتتقدم من خلال الحملة. نجحت وزارة الثقافة في استعادة اللوحة المعروفة باسم من وحي فنارات البحر الأحمر للفنان التشكيلي المصري العالمي عبد الهادي الجزار، والتي لم يستدل عليها منذ صدور إذن صرف لها عام 1971 لمبنى وزارة الثقافة. وكان قطاع الفنون التشكيلية أصدر بيانا تحذيريا بعدم التعامل على هذه اللوحة باعتبارها من مقتنيات الدولة المصرية، وتمثل جزءا أصيلا من الهوية الثقافية والتراثية والحركة التشكيلية المصرية. وبعد صدور البيان أبدى ورثة حائز اللوحة عن رغبتهم في إعادتها. وشددت وزيرة الثقافة على أن أحد محاور استراتيجية عمل الوزارة هي الحفاظ على ما تملكه مصر من مفردات الهوية المصرية، كذلك العمل على استرداد كنوز مصر المفقودة. تنطلق غدا الأربعاء أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 15 إلى 16 من يونيو الجاري. ويشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة، فضلا عن وفود المنظمات الدولية المراقبة، حيث يتناول المؤتمر قضية تغير المناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية. هو ما يمثل المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمرا برلمانيا منفصلا قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. جولتنا الاقتصادية الآن في التاسعة. إلى دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك حكمة، شكرا لك نهى. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا.
عقد وزير البترول طارق الملا اجتماعا مع مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية لبحث التعاون المشترك في مجالات صناعة البترول والغاز الطبيعي وأنشطة منتدى غاز شرق المتوسط. وخلال اللقاء أكد الوزير على موقف مصر الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية بما فيه حقها الأصيل في استغلال مواردها الطبيعية وسيادتها على تلك الموارد وفي مقدمتها حقل غزة مارينا. كما أكد وزير البترول أن مصر لا تتوانى عن دعم كل ما يمكنه المساهمة في تنمية اقتصاد فلسطين. أكدت مصر دور المحوري للتجارة في الحد من التغيرات البيئية وتعزيز قدرات الدول على التحول الأخضر. وأشارت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لوضع أطر حاكمة للعلاقة بين التجارة والمناخ بما يعكس إرادة سياسية حقيقية للتعاون والعمل الجماعي ونية جادة لتضمين أولويات وشواغل الدول النامية والأقل نموا بما يساعد على تحقيق أهداف العمل المناخي والتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات المؤتمر الوزاري 12 لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة جنيف، حيث تضمن اليوم الثاني مؤتمر تنظيم لقاء حول موضوعات تغير المناخ والتجارة والبيئة. بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت مع وزير خارجية لاتفيا الذي يزور مصر حاليا آليات توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد وزير الاتصالات أهمية فتح أفاق جديدة للتعاون الاستثماري وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات ذات الصلة، موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يحظى بفرص كبيرة ومتنوعة للاستثمار. هذا وأبدت الشركات اللاتفية تطلعها للعمل مع الشركات المصرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تعد من الأسواق الواعدة والأكثر نمواً خلال الأعوام السابقة وفقاً لتقارير دولية متخصصة. استقبل نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محمد شعبان وفدا بنميا ضم رئيس منطقة كولون الاقتصادية التابعة لقناة بنما جوفاني برونو فيراري، وذلك في إطار بحث التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين. وأكد نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة تولي أهمية كبرى لتوطين القطاعات الصناعية المستهدفة مما يجعلها حريصة على توفير كل الدعم للمستثمرين. ومن جانبه أكد فيراري أن مصر يمكن أن تكون مركزا استراتيجيا للتجارة والاستثمار من خلال ما تقدمه المنطقة الاقتصادية من خطوات جاذبة للاستثمار وموقعها المتميز الذي يدعم حركة التجارة الدولية. وإلى البورصة المصرية حيث تباينت مؤشراتها بختام التعاملات، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية في حين ارتفع مؤشر إيج إكس 70 وإيج إكس 100، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 661 مليار و 421 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات فتح مؤشر إيج إكس 30 عند مستوى 10014 نقطة وأغلق عند 9981 نقطة منخفضا بنسبة 34%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1837 نقطة وأغلق عند 1854 نقطة مرتفعا بنسبة 92%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2725 نقطة ليغلق عند 2742 نقطة مرتفعا بنسبة 62%. وإلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها و70 قرشا للشراء و18 جنيها و77 قرشا للبيع، اليورو 19 جنيها و53 قرشا للشراء و19 جنيها و61 قرشا للبيع، الجنيه الاسترليني 22 جنيها و58 قرشا للشراء و22 جنيها و67 قرشا للبيع، الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و9 قروش للبيع للشراء عفوا و5 جنيهات و11 قرشا للبيع، وأخيرا الريال السعودي وصل 4 جنيهات و98 قرشا للشراء و5 جنيهات للبيع.
في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمية ليصل إلى 1824 دولاراً للأوقية، ومحلياً سجل عيار 18 نحو 1855 جنيهاً، وعيار 21 سجل 996 جنيهاً، عيار 24 سجل 1140 جنيهاً، وفي حين وصل جنيه الذهب إلى 7976 جنيهاً. وإلى أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط عند التسوية بسبب تفاقم المخاوف من نقص المعروض العالمية، وزادت عقود برنت خسائرها في التعاملات اللاحقة على التسوية لتهبط 3 دولارات أو بنسبة 2.54%، مسجلة 119 دولارا و4 سنتات للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية لتفاقم خسائرها وتهبط 4 دولارات أو بنسبة 3.32%، ليصل إلى 117 دولارا وسنتا للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.9% لتصل إلى 4.45 دولارا للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.4% لتسجل 7.2 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. ارتدت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها الأولية لتواصل موجة مبيعات لسادس جلسة على التوالي بفعل مخاوف حيال زيادات أنشطة أو نشطة في أسعار الفائدة الأمريكية وركود محتمل. وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة تداول منخفضا بنسبة 1.7% بعد أن هبط بنسبة 2.4% في جلسة الاثنين إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 أشهر. كما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.89%. كما شملت التراجعات مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني والذي هبط بنسبة 0.14%، في حين قادت أسهم الرعاية الصحية والأسهم الصناعية القطاعات الخاسرة في أوروبا. تراجع المؤشر نيكي الياباني لليوم الثالث على التوالي وسط مخاوف حول النمو مرتبطة بتجديد السياسة النقدية الأمريكية وفرض قيود صارمة لمكافحة انتشار كورونا في الصين. وأغلق نيكي منخفضا بنسبة 1.32%. كما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.19%. وكان قطاع التكنولوجيا ضمن أسوأ القطاعات أداء على المؤشر نيكي إذ انخفض بنسبة 1.95%. كما تراجع مؤشر الرعاية الصحية 2.18%، وكان مؤشر العقارات الأكثر تراجعاً ونزل بنسبة 2.97%. صعدت بورصة أبو ظبي منهية خسائر استمرت 9 أيام متتالية، في حين واصلت السوق السعودية انخفاضها لثاني جلسة إذ سادت حالة من الضبابية بين المستثمرين قبيل اجتماع سياسة نقدية للبنك المركزي الأمريكي. وارتفع مؤشر أبو ظبي 0.9%، كما أنهى مؤشر دبي المعاملات مرتفعا بنسبة 0.3%. في المقابل انخفض مؤشر البورصة السعودية 0.3% مع نزول سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 0.9%. ختام أخبار الاقتصاد وعودة مرة أخرى إلى حكمة ونهى، إليكما. شكرا جزيلا لك دينا. اضطر المسافرون عبر مطار شيكاغو أوهير الدولي بالولايات المتحدة إلى الهروب إلى الملاجئ والأماكن الحصينة بمحيط المطار مع اقتراب إعصار شيكاغو. كانت سلطات المطار طلبت من المسافرين اتباع تعليمات الأمن للذهاب إلى أماكن آمنة، وتسبب الإعصار في تدمير عدد من الطائرات الخفيفة التي كانت على المدرج، كما تسبب الإعصار في إلغاء وتأجيل عدد كبير من الرحلات الجوية بعدما بلغت سرعته 84 ميلا في الساعة.
أعلنت السلطات الأمريكية عن إغلاق مداخل حديقة يلستون الوطنية وإجلاء الزوار بعد هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات التي جرفت الطرق وتسببت في حدوث انهيارات صخرية. وينجذب ملايين الزوار للتخييم بالحديقة وسط الحياة البرية وينابيع المياه النشطة. وحديقة يلستون هي أقدم حديقة وطنية في الولايات المتحدة وتمتد عبر أكثر من 2 مليون فدان، وزارها في عام 2021 أكثر من 4.8 مليون شخص. مرة أخرى وعودة إلى دينا شرف. إلى أخبار الرياضة هذه المرة، تفضلي دينا. شكرا لك نوها، شكرا لك حكمة، والآن موعدنا مع أخبار الرياضة. خسر المنتخب الوطني من نظيره الكوري الجنوبي بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء ودي بالعاصمة الكورية سول، وشهدت المباراة غياب الكثير من اللاعبين عن منتخب الفراعنة أبرزهم محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجي وحمدي فتحي وأحمد حجازي وأحمد فتوح. يستضيف الأهلي غدا فريق إسترن كامباني في مباراة مؤجلة من الجولة 14 وذلك من الدوري ممتاز، ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يحتل إسترن كامباني المركز الأخير برصيد 13 نقطة. صعد المنتخب الفلسطيني إلى نهائيات كأس الأمم الأسيوية 2023 للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على منتخب الفلبين بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بالتصفيات الأسيوية. وحقق المنتخب الفلسطيني العلامة الكاملة بتسع نقاط من 3 انتصارات بعد الفوزين السابقين على منغوليا واليمن. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن ضم المهاجم داروين نونيز قادما من نادي بنفيكا البرتغالي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضح ليفربول أن نونيز انضم إلى صفوف الفريق بعقد طويل الأمد، وذلك بعدما لعب مع بنفيكا لمدة موسمين، سجل خلالهم 48 هدفا في 85 مباراة في جميع المسابقات. أعلن نادي روما الإيطالي عن ضم الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق في صفقة انتقال حر اعتبارا من الموسم الجديد. وأوضح روما أن اللاعب الصربي وقع العقد لمدة عام ليبقى مع فريق العاصمة الإيطالية حتى يونيو 2023، وتعتبر هذه التجربة هي الثالثة لماتيتش مع المدير الفني لروما جوزيه مورينيو، إذ سبق أن عمل تحت قيادته مرتين في صفوف تشيلسي ومانشستر يونايتد. ختام أخبار رياضة، عودة مرة أخرى إلى حكمة ونهى، إليكما. شكرا لك دينا. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زبيدة ثروت صاحبة التاريخ الفني الكبير. قدمت الفنانة الراحلة العديد من الأفلام الناجحة خلال مسيرتها الفنية، من أبرزها يوم من عمري وفي بيتنا رجل. بجمال استثنائي وملامح بريئة ملائكية وموهبة فنية فذة، نجحت الفنانة الراحلة زبيدة ثروت في أن تكتب اسمها وسط جميلات السينما المصرية. ولدت زبيدة ثروت في 14 يونيو من عام 1940 بمحافظة الإسكندرية، والتحقت بكلية الحقوق حيث عملت كمحامية تحت التمرين بعد التخرج بناء على رغبة عائلتها. في بداية حياتها ونظرا لجمالها الأخاذ، فقد توجت بالعديد من جوائز الجمال، أبرزها لقب ملكة جمال الشرق في مسابقة مجلة الجيل. اقتحمت عالم الفن مصادفة بعد أن نشرت مجلة الجيل صورها، فاستطاعت أن تلفت أنظار المخرجين والمنتجين إليها، وظهرت لأول مرة على شاشة السينما في عام 1956 في فيلم دليلة، والذي ظهرت فيه لبضع دقائق مع عبد الحليم حافظ وشادية. قدمت خلال مسيرتها مجموعة من الأعمال الهامة مثل يوم من عمري وفي بيتنا رجل وزوجة غيورة جدا وزمان يا حب،
وفي 13 من ديسمبر من عام 2016 رحلت الفنانة زبيدة ثروت عن عالمنا تاركة خلفها إرثا فنيا كبيرا. أما الآن أخبار الأرصاد الجوية مع دينا. نتحول، تفضلي دينا. شكرا لك نهى، شكرا لك حكمة، والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف على السواحل الشمالية. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 33 وصورة 23، اسكندرية 28 21، مطروح 27 20، بورسعيد 29 21، إسماعيلية 33 23، السويس 33 23، العريش 29 21، طابة 34 24، شرم الشيخ 38 27، الغردقة 39 28، الأقصر 39 26، أسوان 40 27، الوادي الجديد 39 26، شلاتين 36 24، وأخيرا حلايب 33 23. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة في اليوم. ختام نشرتنا إلى عناوينها. مدبولي يطلق استراتيجية تنمية صناعة السيارات من شرق بورسعيد ويؤكد أنها أحد أذرع الدولة لتحقيق التنمية.
الكاظمي يحذر من العنف ويطالب ساسة العراق بتحمل مسؤولياتهم. الكريملين يعلن عن استعداد شركات أجنبية لاستئناف عملها في موسكو، وروسيا تمنع 29 صحفيا بريطانيا من دخول أراضيها. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمر. مع يوسف الحسيني، اهلا بك يوسف. اهلا بك يا نهى، مساء النور، ازيك يا حكمه، عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. عوض بيبهرني بمصطلحاته. لسه سامع جمله جديده بقى اسمها واي تو سي، ايه هي؟ مش عارف انا اخي واي تو كي. موفق يا يوسف بحلقتك. شكرا يا حكمه، شكرا يا نهى، استاذنكم نبدا فقراتنا.